معي الاستاذ هشام عبد الخالق، منتج فيلم الممر. اهلا بيك يا استاذ هشام. اهلا بيك يا استاذ، اهلا بيك. يعني انا بقول لك كل سنه وانت طيب الاول، مبروك ثانيا، وانت جريء، واعتقد انه الفيلم ده اعاده لتاريخ السينما المصريه. تعليق حضرتك على ما جرى ورد فعل الجمهور والناس والنقاد حتى الان. اولا وحضرتك طيب، ويا رب كده الامه الاسلاميه بخير وبسعاده وعيد مبارك عليهم كلهم، يكون ايام سعيده. ويعني الحقيقه انا هتواضع شويه، مش انا بعيد تاريخ، بس انا بفكر الناس تمام بالمرحله اللي هي في الشباب كتير ما يسمعوش عنها او ما قروش عنها او ما حسوهاش، وكان المفروض ان فيها بطولات المفروض في حرب الاستنزاف. انا اعتقد من وجهه نظري الشخصيه دي كانت النواه بتاعه حرب 73. في عندنا حالات شهداء، وفي عندنا ناس بتصارع من اجل ان البلد تفضل موجوده. الناس دي لازم نفتكرها بحاجه كويس، فدي كانت حاجه معنويه عندي انا شخصيا. ما بصيتش بقى ان انا المكسب والخساره وان الفيلم يبقى بكام وهيعمل ايه والكلام ده كله، فكان دي الحافز والمؤثر كويس ان انا ابتدي افكر ان انا اعمل فيلم زي ده. الفيلم والحمد لله الحمد لله والحمد لله، اعتقد ان الناس النهارده بتتكلم كويس قوي في السوشيال ميديا، ومهما كنت هعمل حمله دعايه كنت برضه هقول والله انا عندي فيلم، جايز الناس تقول والله دي فيلم معارك حربيه، لا، في قصص انسانيه، في واقع الواقع المصري كان ساعتها عامل ازاي، ان في اراده حديديه، ان في ناس عندها تفاؤل واحساس ان هي فعلا تقدر تعوض. وزي ما قلت الممر هو عباره عن الممر من الانكسار الى الانتصار، اللي هو ممكن يبقى في حياه اي شاب، في حياه اي شخص تمام، انه ممكن يكون مثلا البزنس وقع منه شويه، حياته فيها مشاكل، لكن لا، انت تقاوم وتحاول وتعمل. فما بالك بقى في مجموعه من الافراد، قوات الصاعقه، البواسل، الناس اللي هي فعلا كانت حاسه ان هي انهزمت والكلام ده كله، وحققت نجاح والحمد لله. فالناس بتتكلم على الفيلم، وصلت الحاله المعنويه اللي كانت واصله لي وانا بعمل الفيلم. يعني لو حضرتك النهارده نتكلم على جانب تجاري، الحقيقه ما فيش حد فعلا بقاله 40 سنه بيفكر ياخد المنطقه دي، لان المنطقه تجاريا تمام، يعني المفروض ان هي ما تكسبش. في افلام اسفل لطيفه ممكن نعملها، وانا عملت افلام من دي كتير والحمد لله وكسبنا، لكن دي منطقه كانت صعبه، الشغل فيها صعب، التنفيذ صعب جدا، بدعم من الشؤون المعنويه طبعا ادتنا الاليات والمعدات والمواقع التصوير، في مخرج قدير زي الشريف عرفه، في ممثلين الحقيقه كانوا ابطال معانا كلهم تمام، تحملوا ظروف صعبه جدا، لانك انت بدل ما بتصور في مواقع تصوير عاديه او استوديوهات وبلاتوهات، انت بتصور في صحراء وبتصور الحياه العسكريه، اللي هم طبعا في ناس منهم جيش حضروا ما عندهمش جيش. فانا الحقيقه النتيجه اللي حاليا اللي موجوده في الشارع، النتيجه اللي بشوفها في شباب سن صغير، لان قالوا لي قبل ما تعمل الفيلم ده هيخشوا يمكن الكبار اللي عاصروا الفتره دي وحاسين بيها، لكن في ناس كتير قوي ما سمعتش على الفتره دي، فالشباب كلهم هيروحوا مش هيحسوا بالفيلم وهيتجهوا لافلام اخرى. بس انا الحقيقه راهنت على الجمهور، راهنت على الاهالي ان هيشجعوا اولادهم، وكان نفسي ان انا انقل الحاله دي للشباب. فلو سعادتك تشوف في السينمات ازاي تفاعل الشباب، وازاي حاسين بالانتماء للبلد دي، وازاي بيسقفوا مع مواقف كتيره جدا في الفيلم، وازاي بيتاثروا بموضوع الشهداء اللي هم بيسمعوا عنهم في الجرايد، بس يمكن ما بتجسدلوش انت الصوره تمام. فلما جسدت له الصوره ابتدى يتفاعل ويتاثر، وفي دموع، ويعني مساله يعني مش عايز. استاذ هشام، هل لديك النيه لاعاده التجربه في موضوع اخر مماثل؟ والله انا اتمنى ان انا اعمل الحاجات دي دايما، لان الحاجات دي لازم ندي قواتنا المسلحه حقها بصراحه، يعني بغض النظر ان حد يتكلم يقول لا ولا انت بتعمل ايه والجيش، يا جماعه فعلا انا نفسي اظهر بطولات كتيره جدا. ولما دخلت في المواضيع دي لقيت ان في بطولات فظيعه الولاد مش حاسينها، الصغيرين، انا اولادي نفسهم ما كانوش حاسينها، حسوا النهارده شويه ان فعلا في يعني ايه حرب، يعني ايه جيش يدافع عنك، يعني ايه جيش يعني بيموت عشان ارضه تمام. فاعتقد دي اللي كان ناقص، يعني ناقصين فيها للشباب شويه. فطبعا الواحد نفسه يتمنى، بس العمليه صعبه صعبه صعبه، ولا اخفيك سرا تمام؟ اتفضل. العمليه الماديه صعبه، وانا المفروض النهارده مش عيب ان انا اكون بفكر ان انا صرفت مبلغ كويس وعايز استرده عشان اقدر اصرف تاني.
فلكن في الاخر المساله صعبه جدا. انا اتصور يا استاذ هشام انه لن تخزل تجاريا، لانه انا اتخيل هذا، وان شاء الله اراهن على وعي الناس. وانا لسه بقول وعملت دعوه دلوقتي عندي في القناه، كل المؤسسات تروح تشتري تذاكر من دور السينما عشان الناس تروح تحضر. وانا قلت انا عندي في القناه 100 تذكره هشتريهم للعاملين في القناه، عشان احنا في معركة وعي لازم نشاركك. انت غامرت بفلوسك واحنا لازم نشارك معاك في هذا. انا بشكرك جدا هشام عبد الخالق، منتج هذا الفيلم الرائع الممر.